هلا السلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا ورجعنا بحلقة جديدة من ارك او التيميت راك دول جيم، او بالعربي مختبر الفيزياء اللي حبيت اسميه. على العموم هاي اللعبة، طيب الصوت عالي كتير، نزل هاي اللعبة ابديت، والابديت اللي نزلها نزلها مابات، يعني حاليا بس اروح على الوركشوب واطلع مابات. طبعا ما في غير كم ماب حاليا، فنزلت اول واحد شفته شكله حلو اللي هو هذا الماب واللي هو ارك بلاي جراوند. فلهاي الحلقة هجرب هذا الماب. اوه دعيم، شغلة كتير حلوة. غير هالشي في شغلات جديدة، مثلا في عنا السوبليت. السوبليت نسيك بحط الشغلات كلها بعضها. اها هذا هو السوبليت، هذا عبارة عن منشار. انا لو بكبر حجمه، لاني من جد حاب اكبر حجمه. زاد في عنا الماينز اللي اتوقع اني ما جربتهم اخر مرة. هتلاقي احط واحد هون كمان واجيب بني ادم. ما في داعي اجيب بني ادم، هاي الشغلة الحلوة بهاي اللعبة، انا واحد من هذول البشر. فهتلاقي اوقف على الماين بس بينفجر، بس ما قتلني الماين، واللي هو شيء صراحة شوي غريب. ممكن انت تقعد على الماين، نوب ما بيصير له اي شيء. في دي ال سي نزلوه اللي هو الجور دي ال سي. اوه شيت، عم بشتغل بس على بشر. سبايدر ويب، اوه هو بس انا اكون سبايدر مان. طيب اوه المنشار شيت. ترى لو انا زتيت حالي على المنشار شو بصير؟ وقف. اوه خيبه. صرت الف. استنى، هذا المكان او هاي الزحليطه لو بطلع عليها شو في هون؟ اوه استنى شوي، وقعتهم. بس بعد ما وقعتهم شو صار؟ ما صار اي شيء. بنوم ثانية واحدة، لو بتفش هاي بيوقعوا هدول اللي قدامهم، وبعدين بيوقعوا الطابة. هاي الطابة بتنزل، انا كنت طالع فيها بالعكس، بعدين تخبط بهداك الزلمة، ضيعت الزلمة كله على بعضه. كنا نقول لو كملت هيك وخبطت هالشي وانفجر. او خيبة، وقع المناشير. هالزلمة رسميا عم انفرم. خيبة، هذا ما هو دم، هاي صلصة بندورة. هالبرج كمان في درج، ليش في درج هون؟ شو الفائدة من الدرج كله بعضه؟ الله أعلم. بس هذا بني آدم طلع من عند المناشير، حطه هون خليه يطلع صلصة بندورة أكتر، أحلى شيء. طب أنا ليش عم بلف؟ أوكي هذا هو، خلص من أبو شكل اللفة. هتلاقي تاني نشوف مكان تاني. أوه هذا مكان بس للماينز. ديب أوه عم يتمشى، بس انا خليهم يقوموا يتمشوا. هذا صراحه رايح على مكان كثير بعيد، ما لي فكره وين رايح الزلمه، بس الله يعينك بمشوارك. هذا هو وقف، ليش وقفت؟ عم يكمل، عم يهرب مني. ما تستهرب مني، تعال هون. اتوقع اني حطيته على مود الاستكشاف، فالزلمه راح يستكشف. هذا هو راجع على هذاك المكان. اي روح استكشفوا هناك، وين رايح تستكشفوا؟ بس انا اسوي جيش خاص. وموقف، قوم تعال انت وياه، هذا هو جيشي. وقف انت، هالزلمه ليش نايم؟ خليه يوقف. شنو كيس اسحب عليه؟ هذا هو جيشي الخاص، او مجموعه البشر اللي المفروض انها تلحقني. في اي شغله ثانيه غير تلحقني؟ افويد، يعني لو بحط هالبني ادم بقرب منه المفروض انه يبعد عني. او هذا هو عم يهرب. بصير يهرب مني، احلى شيء. ممكن توقفه؟ اتاك مين؟ عم يسوي اتاك لشو؟ ما اعرف شو عم يسوي اتاك، بس هذا عطاني يحط ديفند. انت قوم سوي ديفند. ما عندي اي فكره لشو. عم يفوتوا ببعض. الاتاكرز والديفندرز عم يفوتوا ببعض. فعلا هناك في ديفندرز. دقيق استنى، في لسه كمان شغلات ثانيه في راجدول. اوكي رجعنا على الشغلات القديمه. جيش تعالوا معي، هذول الناس اللي هون شو صوتهم؟ هذول عصيانين مراوح. هذا تاني نطلع نشوفهم. نوب ما عندي اي فكره شو بسوي. وبوص عليهم ما بيفرق اي شيء. وبوص على هالزلمه بيفرق، لو بوص على صاحبي اللي هون اوكي بيموتوا. انا اسف ما كان قصدي اني اقتلكم. استنى بس اخليهم يسووا فولو. الكل توفى هلا. تعال نكمل من هون. ما عندي اي فكره هذا شو بيساوي. طبعا بخليني اطلع لفوق، حلو كتير. تعالوا يا جماعه، وهذا الاصفر شو بيساوي؟ هذا بخليه يختفوا، احلى شيء. لا تدعس عليه، لا تدعس عليه، خليك هون. هذول شو اللي تحت؟ ليش في احمر وفي ازرق هون؟ شو القصه؟ احمر وزرق شو بيساوي؟ ما عندي اي فكره، بس في مجموعه خضر جوا. هذا الاحمر زاد حاله لتحت. استنى بدي اشوف عم يقوم. خليه واقف مكانه جماعه، ايش تدعسوا عليهم؟ وقف. اوكي هذا هو عم يوقف. قاعد دايما رجعوا تدعسوا بعض. هذول اتاكرز ديفندرز، هلا فهمت. قاعد اتلي اخلي هذول يسووا اتاك. كمان انتم كلكم سووا اتاك. وهذا اتلي رسم من استاذ سبايدر مان، واستاذ سبايدر مان بدي اياه يسوي ديفند. كمان سبايدر مان قوم سوي ديفند. فحاليا المفروض الاخضر والاحمر يتقاتلوا والازرق كمان. طيب الاتاكرز من جد عم يتبهدلوا، ماني فهمان ابدا شو القصه. لو بزت قنابل هون
السؤال هو هل حيموت الجميع؟ يب 100%. حتى اصحابي ماتوا. وهنا كان شو عم يصير؟ انا اتوقع اللي عم يصير انه في غرفه صغيره هالمدفع هذا عم يشتغل فيها بس عم يضرب كل الزوايا. دعيم دعيم سبايدر مان. استنى واقف على رجليك. خيب وعم جد اوه طار لاخر الدنيا. استنى رسبنا مره ثانيه. قاعد دايما ليش عم تطير؟ بدك توقف مكانك. اوكي هذا هو واقف. حلو كتير. في عندي تايتنز هلا. وين رايحين؟ استنى لو رسبنتك على الماينز هل حتفرق؟ اوه شت اتوقع عم يطيروا من هاي مع انه المفروض ما تحرك غير رجله بس لسه خليني ارسم كم واحد هون. فجروا هذول كمان وقعوا كمان احلى شيء. بس حاليا في عندي امر حاب اني اجربه عليكم. سووا اكسبلور. ممكن تتحرك وتسوي اكسبلور نفس الناس. هذا هو قام يتحرك او واقف مكانه. ليش واقف مكانك؟ اي تحرك. ايوه هذول هن راح يسوي اكسبلور. هذا طار بالهواء ما بعرف ليش بس في واحد كمان طار اكثر. في هون الشغله نفس الخلاط. انا رسميا نفس الخلاط بس انا احط فيه كميه كتير كبيره من الناس. هتشتغل نفس المغسله. بس انا اتسلق لعند سبايدر مان. يعني رسميا امسك بسبايدر مان واروح لعنده. خيبه خيبه اتوقع باحسن اسوي هالشي. وبعد كمان من سرعه راس المدفع احلى من هيك ما في. امسك راسه. اوه شيت. هاي المرة من جد طيرتني. خيبة هدول ما بيختفوا. هدول رسميا بيتموا موجودين ولو طاروا لأبعد الأماكن. عشت هذاك الزلمة من جد طار. أنا وياه متمسكين ببعض. أهلين سبودر مان كيف حالك؟ هيك بكون طرت لآخر شيء. استنى شوي. في كمان لقيت هذا الماب اللي اسمه باركور أو دراجون باركور أتوقع. يب من الاسم. عشت كمان محاولة تانية. شت لازم ما استعجل. هاي المحاولة الثانية او هاي المحاولة الثالثة. انا اسف. حلو في شغلة بحسن اسويها واللي هي اني اروح سلو موشن. احفظ والله ديم. توك هاي حتكون غش. هاي حتكون رسمية غش. صراحة ما حتكون غش هي جزء من اللعبة بس هذا حتى ما نستعمل سلو موشن. اوكي ممكن لازم نستعمله هنا. قاعد ديمت. استنى بحسن اسوي شغلة ثانية. اروح فرست بيرسون. هاي احسن بكثير. اقل شيء بحسن اتاكد اني ماشي لقدام. بعرف وين رجلي. حلو قربنا كتير. بحسن افوز لقدام بس بفضل اني ما افوز. اكون صريح انه خلص عرفت الطريقة الصحيحة. حلو شت 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 يا ريتني افوز. حلو شت 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 God damn it. مرة تانية لازم ما نعقد الموضوع ابدا لاني صندل. ايوه روح شت 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 لا 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 شت. اوكي انا بحاول اسوي شغله خطيره لان الصراحه ما بدي اروح بطيء بنوب. اوكي اركض وافز. شت افز يس. اخيرا جبتها. ويل هلا ما صرقت صراحه. سوي اللي بدك اياه. حلو كتير حلو كتير كتير. كيف المفروض اوصل حديك؟ الله اعلم. يعني لهناك ما بس انا اروح ما في غير هون وما بعرف كيف المفروض اوصلها. الله يا الله. اوكي بسم الله هات لعتا يروح يا رب تصير. لا ما صارت. كيف المفروض اسوي هاي الافزه؟ هاي الافزه شبه مستحيله او اقل شيء شبه مستحيله. هو ما بعرف في عندي دبل جمب. ما عندي دبل جمب. هات لعتا استخدم سلو موشن. نوب ما استفدت. حلوه حلوه وما وصلت ما وصلت حتى على النص. كان بس نص جسمي موجود على الطرف. اوف شيت. حلو كتير افوز مره ثانيه. احلى ما حسنت افوز. حلو حتيجي حتيجي ان شاء الله. ياب اخيرا. استخدمت فيها السلو موشن بس الصراحه كان موضوع كتير صعب اني اسويها بدون سلو موشن لانه ما كان بحس اني اوقف. كان لازم اكمل مع مومنتم تبعيته او الحركه تبعيته. ويل هذا كان كل شيء لهي الحلقه. مثل ما انكم شايفين نزلت شويه شغلات حلوه للعبه واتوقع انه مع الوقت حتصير احلى واحلى ان شاء الله. علموا هذا كان كل شيء. لو حاب تكمل الرحله معانا بهاي اللعبه ونشوف تطورها مع الوقت لانه صراحه عندي امل كبير بهاي اللعبه اشترك بالقناه وسوي لايك على هذا الفيديو. وهذا كان كل شيء لهي الحلقه. اتمنى ان عجبكم الفيديو. اتمنى ان استمتعتوا فيه. اللهم صل وسلم على محمد. مع السلامه.